نديروا واحد التكميله ديال المجهودات الجباره اللي قام بها السيدي هشام ايتمنى رئيس الجمعيه سابقا باش نعطيو واحد الاضافه للبرنامج ديالو اللي مسطرو هذه تقريبا 5 سنوات وما اكثر. وراكم شفتوا النتائج ديال هذا البرنامج ديالو اللي بدات كتخرج للوجود الحمد لله. فريق شباب محمدية أو مدينة المحمدية غتعرف واحد الأوج رياضي بما في الملاعب المرافق الرياضية، ومن جملتها اللي غتستافد منها هي فريق شباب محمدية. الآن البرنامج ديالو هو راه طور انجاز، حنا جينا هنا باش نعطيو يد المساعده لتكمله هذا البرنامج هذا، حيت اليد وحده ما كتصفقش، ولا سيما انه المدينه المحمديه ما عرفناش ماشي بحال المدن الاخرين، انه الهيئات المسؤوله ما عطياش اهميه للرياضه، وغادي نديروا واحد النداء على اساس انه غادي نتفقوا جميع الايمان باش انه لا مسؤولين لا فاعلين اقتصاديين يجيو يعاونوا الرياضه ويعاونوا فريق شباب المحمديه ان شاء الله. المسؤولين اللي كانوا سباب شفنا الفرق هو شنو تقول بعد المسؤولين باقي الان كيتربطوا بالفرق؟ لا المسؤولين هادو اللي قلت انا مسؤولين حقاش ملي كتجي كدير واحد المجهودات كبيره باش الفريق يوقف باش الفريق يرجع للقسم الوطني الاول، حيت ملي خديت انا الفريق القسم الوطني الثاني خديته بامكانيات قليله، ولكن المجهودات ديالي وديال الاخوه اللي كانوا معايا وكذلك جمهور شباب محمديه اللي ساندنا ودرنا واحد الجهد اللي الحمد لله انا كنقول خارق، وصعدنا للقسم الوطني الاول بامكانيات اللي كانوا كيقارعونا مكاتب اخرين وفرق اخرين، وطلعنا للقسم الوطني الاول. كما قلنا ملي طلعنا للقسم الوطني الاول كلشي تمكر لينا، حتى كاس دتاي ما داروش لينا. اذا ملي جينا نسنجو كنلقاو بانه المسؤولين اللي كانوا منهم اللي كان مسؤول على فريق شباب محمديه هما الناس اللي كونت واحد اللوبي باش يقبروا هذا الفريق هذا يجعلوه يمشي للحاضر. هذا هو الجواب.